نحييكم في مستهل هذه النشرة ونقدم إليكم أبرز عناوينها. كان هناك توافق أن من يعرقل من هذه المعارضة أو من الدول التي تساعد هذه المعارضة يجب أن يطبق عليها الفصل السابع. المعلم يقول للميادين إن القرار الدولي ينص على احتمال تطبيق الفصل السابع ضد المسلحين، ويؤكد ألا مجال لمناقشة مستقبل الرئيس الأسد. بعد لقائه بان كي مون، الجربة يعلن استعداد الائتلاف للمشاركة في جنيف 2. التظاهرات في الخرطوم تستكمل أسبوعها الأول، وأعضاء في الحزب الحاكم يعارضون قمع المتظاهرين. الحكومة جاد في أن تكون هناك رؤية مشتركة للانتخابات المقبلة، لا تأجيل لهذه الانتخابات. الحكومة الموريتانية والمعارضة يبدأان الحوار في نواكشوط اليوم سعيا للتوصل إلى آلية للانتخابات. تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة غير وارد، وهو ينوي إنهاء ولايته الرئاسية الحالية والترشح لولاية أخرى عام 2014. هذا ما أكده وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريحات في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الوزير المعلم جدد عبر الميادين موقف بلاده من المشاركة في مؤتمر جنيف 2، ودعا الدول التي تتدخل في الشأن السوري إلى وقف دعمها لمسلحي المعارضة، وأشار للميادين إلى أن واشنطن كلفت بجلب المعارضة إلى المؤتمر. الولايات المتحدة كلفت بجلب المعارضة إلى المؤتمر. نحن منذ البداية أعلننا أننا سنحضر مؤتمر جنيف بدون شروط مسبقة، وهذا يعني أننا نرفض شروط الطرف الآخر. ثانيا، نحن نرى جنيف حوار بين السوريين وبقيادة سورية تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. كما قلت، يبدأ بالتزامات من دول الجوار والمجتمع الدولي الذي يتآمر على سوريا بالتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية. وزير الخارجية السوري أكد التزام بلاده بعملية إزالة الأسلحة الكيميائية، ورأى في تصريحه للميادين أن المقصود بالفصل السابع من قرار مجلس الأمن هو الجماعات المسلحة التي قد تمنع وصول فرق الخبراء الدوليين في بعض المناطق. هذه النقطة تحدث عنها قرار مجلس الأمن بوضوح، وكان هناك توافق أن من يعرقل من هذه المعارضة أو من الدول التي تساعد هذه المعارضة يجب أن يطبق عليها الفصل السابع. الوزير المعلم أكد أن الشعب السوري وحده هو من يقرر من يمثله ومن يقوده وفق الدستور السوري. بشار الأسد بالنسبة للشعب السوري هو رئيس الجمهورية المنتخب حتى منتصف عام 2014، حيث ستجري انتخابات رئاسية آنذاك. الآن هل يرشح الرئيس نفسه أم لا يرشح؟ هذا قرار الشعب السوري، وحده يقرر من يمثله. إذا جاء مرشحون آخرون إلى الانتخابات أهلا وسهلا، في عنا دستور، تطبق الأحكام الدستورية على هذا الترشيح، و الشعب السوري يقرر من يمثله ومن يقوده. وزير الخارجية السوري قال للميادين إن من طالب الولايات المتحدة بضرب شعبه في سوريا يجب أن يخجل من نفسه، لأن هذا التصرف خيانة، في إشارة إلى الائتلاف السوري المعارض. وقال المعلم أيضا إنه يجب ألا يمثل هذا الائتلاف في جنيف 2. نعم، هناك معارضة وطنية موجودة داخل سوريا ولديها أحزابها، هذه الأحزاب يجب أن تمثل في جنيف وليس الائتلاف. ليس الائتلاف، لأنه بسبب بسيط، الائتلاف لا شعبية له في سوريا، وقد خسر كثيرا في أعين السوريين عندما طالب الولايات المتحدة بضرب سوريا عسكريا، بمعنى أنه طالب بضرب الشعب السوري.
في المقابل أكد رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة استعداد الائتلاف لإرسال ممثلين عنه إلى مؤتمر جنيف 2. هذا الموقف أعلنه عقب أول لقاء عقد بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جهة أخرى، جدد الائتلاف السوري المعارض التنديد بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأكد في بيان له أن هذا التنظيم خارج عن الثورة السورية ولا يمثل تطلعات الشعب السوري ولا يحترم مبادئ ثورته. وأضاف البيان أن التنظيم يقوم بالاستيلاء على الكنائس وتحويلها إلى مقار عسكرية، منددا باعتدائه على كنيسة سيدة البشارة في الرقة شمال شرق البلاد. ميدانيا، يستمر التوتر بين مجموعات المعارضة فيما بينها، ولا سيما بين مجموعات داعش من جهة والجيش الحر المعارض وعدد من الألوية التابعة له في شمال سوريا من جهة أخرى. صحيفة الحياة السعودية نقلت عن نشطاء من قرية الطويحنة في شمال سوريا قولهم إن مقاتلي الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على القرية الواقعة في ريف حلب الشمالي منعوا طالبات من الصف الأول الإعدادي وما فوق من الذهاب إلى المدارس إلا بملابس شرعية كاملة من عباءة وقفازات شرعية وغطاء وجه. أما بالنسبة للذكور فأضاف المصدر ذاته أنه يجب أن يلبسوا زيا باكستانيا. وعلى خط آخر، أعلن معارضون بينهم متشددون أجانب عن سيطرتهم على موقع عسكري على الحدود الجنوبية مع الأردن بعد معارك عنيفة استمرت أياما عدة. ميدانيا أيضا، أحكم الجيش السوري سيطرته على نقاط استراتيجية مهمة في منطقة جوبر في غوطة دمشق الشرقية. الميادين زارت منطقة المواجهات بين الجيش الحر والقوات السورية أثناء محاولتها السيطرة على عقدة جسر زملكة الحيوية. ننتقل الآن من المنطقة الصناعية في حي القابون باتجاه حي جوبر، تحديدا على موازاة المتحلق الجنوبي، حيث خاض الجيش السوري اشتباكات مع الجيش الحر وصفت بالعنيفة من أجل تأمين هذه المنطقة والسيطرة على جسر زملكة الاستراتيجي الذي يطل على بلدة زملكة مدخل الغوطة الشرقية من جهة المتحلق الجنوبي. الطريق اللي اجي عليه هو الطريق النظامي بشكل أمان، جبت القصري بشكل عادي مشي لهون بس عشان نشوف الامان والاطمئنان، ما في اي شيء، كل شيء ورانا مطهر شرقا وغربا وشمالا باتجاه الجنوب. وبفضل سواعد قواتنا الجيش العربي السوري تم تطهير هذه البيوت العربية من كافة المسلحين ودحرهم، وهلا رح نتابع جولتنا باتجاه جسر زملكة. عملية الجيش السوري تضمنت تأمين كتل بنائية ومنازل شعبية منزلا منزلا. حجم الدمار في هذه المنطقة يدل على اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر الجيش السوري وعناصر الجيش الحر في هذه الأزقة. مصدر هي الجيش العربي السوري عم يقوم بالتعامل مع قناصين مسلحين عن بعد، هن عنده كمان قناصين عن بعد عم يتمركزوا لإعاقة تقدمنا باتجاه الأمام. هل أصوات الاشتباكات هي للتعامل مع هذه المسلحين أو أي حركة لهم على الأرض تعيق تقدم قواتنا باتجاه الأمام؟ الجيش السوري بات يسيطر على مقطع بطول 1200 متر بموازاة المتحلق الجنوبي من جهة جوبر، عشرات الأمتار تفصله الآن عن عقدة زملكة. التطورات الميدانية هذه سوف تتيح تفعيل المتحلق الجنوبي بعد طول غياب، وأيضا منع مسلحي الجيش الحر من التحرك وسهولة الحركة في هذه المنطقة. محمد الخضر من حي جوبر شرق دمشق، الميادين. أهلا بكم من جديد. لا يزال التقارب الأمريكي الإيراني والذي توج بالاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الأمريكي والإيراني يشغل بال الإسرائيليين، وهو ما تعكسه التصريحات الإسرائيلية وأخرها لرئيس لجنة الخارجية والأمن أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر أن الهجمة التصالحية لروحاني مناورة كاذبة كتلك التي قامت بها كوريا الشمالية على حد تعبيره. هذا التقارب ينتظر أن يتصدر القمة الأمريكية الإسرائيلية المقررة غدا في البيت الأبيض بين الرئيس باراك أوباما وبنيامين نتنياهو. صحيفة ساندي تايمز البريطانية نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن نتنياهو سيطلع أوباما على معلومات استخبارية
تدل على أن إيران تواصل دفع برنامجها النووي، وأنها حققت تقدما ملموسا في تطوير برنامجها النووي منذ انتخاب حسن روحاني رئيسا لها. ومن المقرر أن يحتل الملف الإيراني حيزا من كلمة نتنياهو المرتقبة بعد غد الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت اليوم إن تقاربا حصل بين إسرائيل وعدة دول خليجية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران انفراجا. وأضافت الصحيفة أن عددا من الدبلوماسيين الإسرائيليين التقوا الأسبوع الماضي في نيويورك مع نظرائهم من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ودول أخرى في منطقة الخليج على هامش أعمال الجمعية العامة. الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن جميع الحكومات في الدول العربية المذكورة أعربت عن قلقها من التقارب بين طهران وواشنطن. العلاقات الإيرانية الأمريكية كانت قد دخلت مرحلة جديدة بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين روحاني وأوباما، اتصال حرك الجمود الذي حكم علاقات البلدين عقودا، لكنه يمهد بحسب السياسيين الإيرانيين لآفاق جديدة سترسم التحركات الأمريكية مستقبلها. لأقل بعد 35 سال المحادثة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي كان محورها البرنامج النووي، وأكدت له أن هذا البرنامج يعبر عن الكبرياء والعزة الوطنية الإيرانية. لم أكن أمانع أن ألتقي أوباما، لكن اللقاء يحتاج إلى تهيئة الأرضية اللازمة، وضيق الوقت لم يساعد للإعداد لهذا اللقاء. إذن باتت الأجواء الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مفتوحة على كافة الاحتمالات، فالرئيس الإيراني لا يرفض الجلوس على طاولة طرفها المقابل نظيره الأمريكي، والإيرانيون بمحافظيهم وإصلاحيهم باتوا أكثر تقبلا لذلك إذا ما احترمت حقوقهم. هذا الاتصال يمكن أن يشكل منعطفا تاريخيا في العلاقات مع أمريكا ويبني قاعدة جيدة لمستقبل الاجتماعات المقبلة التي ستجمع مسؤولي البلدين على مبدأ العزة والحكمة والمصلحة. الإصلاحيون عدوا المحادثة الهاتفية بين الرئيسين محطة بداية لإذابة الجليد المتراكم على خط طهران واشنطن، إلا أن الأهم يكمن في حسن النوايا والتطبيق العملي. الجليد في العلاقات مع أمريكا بدأ يذوب بعد الاتصال الذي تلقاه الرئيس من نظيره الأمريكي، لكن ما ننتظره هو إثبات حسن النوايا الأمريكية وتحقيق معادلة الربح ربح. فعلا لسنا مندفعين جدا، لكننا نرحب بهذه الخطوات البناءة. ترحيب لم يقتصر على جناحي السياسة الإيرانية، أنصار الرئيس خرجوا للترحيب بعودته وللإشادة بالانتصار السياسي الذي حققه روحاني في نيويورك. كان لابد أن أشكر روحاني على ما حققه من إنجازات في نيويورك، لذلك جئت إلى هنا. البعض الآخر دعا إلى توخي الحذر والتأني بالتفاؤل حتى تقترن الأقوال الأمريكية بالأفعال. علينا أن نتذكر دائما أن أمريكا هي أم الاستكبار ولا ننخدع بما تقول. هي صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية، إلا أن من المبكر توقع ما ستكون عليه خواتيم هذه العلاقة التي تؤكد طهران أنها لا يمكن أن تستقيم إلا باحترام حقوقها. إذا بدأت الثلوج تذوب على طريق طهران وواشنطن، ما كان محظورا الأمس يمكن أن يتحول من وجهة النظر الإيرانية إلى مباح في حال اقترنت الأقوال الأمريكية بالأفعال. رضا الباشا، طهران، الميادين. على خط آخر، اتفقت إيران مع الأرجنتين على إجراء تحقيق حول الهجوم الذي استهدف مركزا يهوديا في بيونس إيرس عام 94. وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان التقى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وقد أكد الوزير الإيراني أن بلاده ستحترم كل نقاط الاتفاق لإلقاء الضوء على التفجير الذي أدى إلى مقتل 85 شخصا وجرح نحو 300. أعلن ائتلاف شباب الانتفاضة الفلسطيني عن انطلاق فعالية أسبوع القدس لنصرة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. ودعا الائتلاف شباب الفلسطيني في القدس إلى ضرورة مواصلة المرابطة في ساحات المسجد الأقصى ومنع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من دخول باحات المسجد الأقصى أو ساحاته الخارجية. الائتلاف أعلن أن يوم غد الاثنين هو يوم غضب ضد المستوطنات في كل مدن الضفة الغربية.
في السودان أو إلى السودان، حيث أعلن ما يسمى الجناح الإصلاحية داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم معارضته طريقة مواجهة التظاهرات الرافضة لقرار زيادة أسعار الوقود. الاعتراض الذي جاء عبر رسالة وجهت إلى الرئيس السوداني ترافق مع تفريق الشرطة تظاهرة في الخرطوم ضمن التحركات التي تستكمل اليوم أسبوعها الأول رفضا للقرارات الاقتصادية الحكومية. وإلى تونس، حيث نفت رئاسة الحكومة أن تكون قد أعلنت عن استعداد الحكومة للاستقالة بموجب خارطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل. المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة عبد السلام الزبيدي أشار إلى عدم صدور أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، مضيفا أن رئاسة الحكومة متمسكة بالمواقف الصادرة عنها. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن قبول حركة النهضة لخارطة الطريق وتفعيل محتواها، ورجحت المنظمات الراعية للحوار الوطني إمكانية انطلاق الحوار بين الأطراف السياسية الأسبوع المقبل على أن ينتهي خلال 3 أسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لإنهاء الدستور والانتخابات المقبلة. ونبقى في المغرب العربي وننتقل إلى موريتانيا، حيث أعلنت الحكومة عن وفدها للمشاركة في الحوار الذي ينطلق اليوم مع المعارضة برئاسة وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد يحيى ولد حرمة. ويسعى الطرفان في الحوار المرتقب إلى التوصل إلى آلية لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة. أخيرا وبعد أكثر من سنتين على نزولها إلى الشارع ومطالبتها للنظام بالرحيل، ها هي منسقية المعارضة الموريتانية تدير ظهرها لساحة ابن عباس وتيمم وجهها شطر قصر المؤتمرات. هنا حيث يتوقع أن يجري أول حوار بين منسقية المعارضة والنظام بعد اتفاق دكار في العام 2008. التقارب هو إعلان فشل السياسة المنسقية في الفترة الماضية بشكل واضح. الحكومة جاد في أن تكون هناك رؤية مشتركة للانتخابات المقبلة، لا تأجيل لهذه الانتخابات. جميع الضوابط المطلوبة لنزاهة هذه الانتخابات متخذة أصلا. أعتقد أن المنسقية ستقتنع بهذه الضوابط يوم الأحد وستشارك أغلب أحزابها في هذه الانتخابات. الأجل الانتخابية ما زالت في موعدها حتى الساعة، والأحزاب المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة التي أعلنت في وقت سابق مقاطعتها، وإن اتفقت على اغتنام الفرصة وإجراء الحوار الذي بادرت الحكومة بطلبه، إلا أنها تدخل قاعة المفاوضات وسط خلافات حادة بينها حول الأولوية في بنود الحوار ومضمونه. أعتقد بأن منسقية المعارضة ستكون أكثر حذرا هذه المرة من المرات الماضية، خاصة وأنها لدغت في اتفاق دكار. هناك أيضا نقطة مهمة وهي نقطة كبر المنسقية، تتشكل من 11 حزبا، وهذا الكبر في الكتلة يسبب خلاف ربما دائم بين هذه الأحزاب. النظام الموريتاني يقول أنه قدم تنازلات هامة وأعلن عن استعداده لكل شيء باستثناء المشاركة في تشكيلة الحكومة، كما أجل موعد الدورة البرلمانية الطارئة التي كان قد دعا إليها في وقت سابق لتمرير ما سيسفر عنه هذا الحوار المرتقب من قرارات عبر جمعيتها العامة. الكرة الآن في مرمى المعارضة، فهل ستستفيد من تجربتها القديمة أم أن النظام فعلا اختار الوقت المناسب لإملاء شروطه؟ على كل، ستكون الأيام القادمة فاصلة في مسيرة أزمة سياسية خانقة مر بها البلد وكادت تعصف بأمنه في لحظات حرجة. أبي زيدان وكشوط، الميادين. جولة الآن على بعض عناوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع الزميلة رويدة أبو عيد. صباح الخير رويدة. صباح الخير محمد. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في جولة سريعة على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. كما ذكرنا، اتصال أوباما روحاني هو الخبر الأبرز في معظم الصحف العربية. سنبدأ بصحيفة الحياة والتي عنونت روايتان متناقضتان لاتصال أوباما وروحاني، وواشنطن أبلغت تل أبيب مضمون المحادثة. الإيرانيون انقسموا في شأن الخطوة، والمتشددون يلمحون إلى كذب الرئيس. الخرطوم تشييع يتحول مطالبة بتنحي البشير، والسلطات تتهم مندسين بقتل محتجين. المعارضة السورية تقاتل للسيطرة على الحدود مع الأردن.
وفي لبنان 5 قتلى في اشتباكات بين حزب الله وعائلة في بعلبك. إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية، حديث روحاني وأوباما الهاتفي يربك طهران، روايتان حول من طلب المكالمة. والرئيس الإيراني: تلقينا اتصال البيت الأبيض ونحن نستعد للسفر. حزب الله يسلم حواجزه بعد اشتباكات مع عائلات سنية أدت لسقوط قتلى وجرحى في بعلبك. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقر خارطة طريق بشأن سوريا، والمعارضة تنقسم حول المشاركة في مؤتمر جنيف 2. السودان: ناشطون يكونون تنسيقية للثورة ويطالبون البشير بالتنحي، قتلى ودعوى جديدة للتظاهر. الائتلاف الحاكم التونسي يقبل خطة تقود إلى استقالة حكومة النهضة. إلى صحيفة الوطن السورية، المعلم يقول إن الأزمة ستنتهي خلال أسابيع إذا أوقف الغرب وبعض الخليج دعم الإرهابيين. سوريا كسبت معركة مجلس الأمن وجنيف 2 في النصف الأول من تشرين الثاني. الجيش يحقق تقدما كبيرا على محور القابون زملكا جوبر، ومع انطلاق عجلة جنيف 2 ميليشيا الحر تواصل صفع الائتلاف. إلى صحيفة الجمهورية المصرية، مصر تستلهم ذكرى ناصر وأكتوبر، السيسي سيظل الزعيم نموذجا في الكفاح والتضحية، برنامج احتفالات شعبية لأعظم انتصارات العسكرية المصرية. أخيرا مع صحيفة القبس الكويتية، تكرر الانتخابات أحدث الملل وإقبال هزيل لاختيار أعضاء البلدي، روحاني خطف الأضواء في نيويورك وفي طهران استقبلوه بالورود والأحذية والبيض. هذا كان أبرز ما جاء في الصحف العربية الصادر لهذا اليوم. شكرا لكم لحسن المتابعة، والآن عودة إليك محمد. شكرا لك رويدة.